انت في كتابك جبتي بعض من الجوابات بخط الأميرة فوزية، سواء كان بالانجليزي او بالفرنساوي او بالعربي، وغير ما كان زي ما كان مشاع ان هم كانواش بيعرفوا يتكلموا عربي، الا انه خطابها بالعربي كان متقن جدا. لا هم كانوا بيتكلموا عربي، هو فعلا الشائع عنهم ان هم ما كانواش بيتكلموا، لكن كلهم كانوا بيتكلموا عربي. يعني حتى الملك فؤاد كان بيتكلم عربي. طبعا كان العربي بتاعه، انا سمعت له تسجيل صوتي، كانت عربية رصينة وبليغة وقوية جدا. قوية جدا، يعني بغير الشائع عنهم خالص. يعني خلينا نتكلم على مثلا جوابها اللي بالعربي، بتقول له ده سنة 39 يعني بعد الجواز، صاحب الجلالة أخي العزيز، أقدم إليك تهاني بعيد مولدك السعيد، وأدعو لجلالتك بطول العمر والسعادة، وكم كنت أود أن أكون معك في هذا اليوم أخي. أردت انتهاز هذه المناسبة لتذكيرك بشخصي، ولكني لم أجد في مصر شيء يليق بمقامك، وإن سروري سيكون عظيما إذا كانت هذه الهدية الصغيرة الغير لائقة بالمقام أحرزت قبولك وقامت بتسليتك ولو لدقيقة. أقبل بكل اشتياق أيدي صاحبة الجلالة سيدتي الوالدة، مشاركة لها كل قلبي في آلامها وأفراحها، سائلة من الله تعالى أن يقر عينها بجلالتك ويحفظك لنا وللأمة العربية أخي العزيز. كذا ده جواب بالعربي غير جوابات اللي بالإنجليش يعني تخيلي بتقول يعني بتقول لأخوها غير لائقة بالمقام. تربية رفيعة ولغة جداً. رفيعة وجمال رفيع جدا. Four days of rejoicing celebrated the wedding of the Crown Prince of Iran and Princess Fawzia of Egypt. 19-year-old Prince Shapur and his 17-year-old bride were married in Cairo, but on their homecoming to the capital of what used to be Persia, they were welcomed with this ceremony. A military review before the young prince and princess and the emperor himself included complimentary troops from friendly foreign nations. هي هو كان الفرح، طبعا كان في فرح في مصر وبعد كده كملوا الاحتفالات في ايران. طبعا الفرح في مصر كان اسطوري جدا، وكانت الملكه نازلي بتتعمد اظهار البهاء وفخامه الاسره العلويه امام ال بهلوي، وكانت بتقول عليهم ان هم يعني نوفو ريتش او محدثو نعمه يعني بالنسبه للاسره العلويه. ويعني كانت الشوارع كلها رايات وورود واعلام، ويعني لدرجه ان اول لقاء اصلا تم ما بين الاميره وولي العهد كان في يخت، كان ملكه بتتعمد اظهار البهاء. ومن الحاجات الجميله قوي في حفل الزفاف، علبه الملبس اللي وزعوها في الفرح كانت مش علبه ملبس واحده، لا كانت علبتين. كانت في علبه للامراء وافراد الاسره الملكيه، وعلبه لرجال الحاشيه. طبعا العلبتين من الذهب الخالص. وفي قطعه موجوده حاليا في متحف المجوهرات. قطعه تحفه جدا. يعني مش الغرض بس الفرحه واظهار البذخ، انما تبيان الفارق، يعني كان عندها غرض ما في نفسها الملكه نازله. يعني هي ما كانتش سهله برضو. لا ما كانش في الكتاب هنعرف قد ايه هي كانت حكايه لوحدها جدا.
الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.